والله بالنسبة لردة فعل الناس هو ردة فعل يعني طبيعي يعني بالأول والأخير، مش إنه ردة فعل بس واحد يعني ينقل الحالة للآخرين يعني، لأنه في إصابات، في جرحى، في ناس مبترين أطرافهم في اليمن، في ناس أوضاعهم سيئة جدا، في ناس يموتوا من أمراض الكوليرا كمان، في يعني على هذا الرحيل. الفكرة إنه في صورة بالأبيض وأسود black and white وصورة بالألوان، وليش هذا؟ عشان بدنا نحكي عن إنه في جرح جوا يعني الجرحين اللي بيجوا من العراق، سوريا واليمن وغزة، بس في كمان مستقبل.